معايدات اليوتيوبرز في عيد ميلاد غيث مروان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. ما يعرف الجميع فاليوم أعلنت ثنائي غيث وسارة إنه راح يكون عيد ميلاد غيث مروان، وشفنا سارة وهي عم تجهز كتير مفاجآت من بينها فطور في خيمة، أيضا حجزت مطعم على شكل أدغال ليتغدوا فيه. بعدها راحوا للمفاجأة الثالثة واختفوا عن السوشيال ميديا. جمهور بيتوقع أن المفاجأة يمكن تكون حمل سارة الورع. أيضا هناك من يتوقع أن غيث مروان راح يعمل حفلة عيد ميلاد قريبا ويعزم كل الشلة. وأيضا هناك عديد من المشاهير قاموا بمعايدة غيث مروان بعيد ميلاده، من بينهم أحمد أبو الروب، أيضا أسامة مروة، أنس مروة، إسلام أفرو. وقام غيث مروان بنشر ستوري عم يتشكر كل الناس اللي عايدته بعيد ميلاده واعتذر من يلي ما قدر يرد عليهم. أيضا نارين بيوتي شاركت ستوري على صفحتها بالإنستغرام، ستوري علقت عليه نارين عمارة، وستوري آخر علقت عليه كاتي. وهذه الستوريات كانت لإعلان قامت بنشره اليوم. أعزائي المشاهدين، حالة هلع وورع شديد من استوديو فليك، كانت معكم مراسلتكم كاتي. انا عمري ما شفتك حبة كاركتر كده فيه. حبيت كاتي. كاتي معي للأبد. يا جماعة، جيجي لمارة هو اللي خلاني اعمل اللوك ده. انت شخصيتي ايه الشخصية دي؟ انت مش My name is Katy guys. This is Katy speaking.